انا كنوجه واحد النداء ديالي بالاسم ديالي وبالاسم ديال الشيوخ ديال مدينه اسفي بصفتي كرئيس جمعيه. انا كنوجه النداء ديالي للسيد وزير الثقافه، بالضبط السيد وزير الثقافه. هاد الناس، هاد الشيوخ ديال مدينه اسفي، راه كل شيخ من وراه عشرات الناس، عشرات العائلات، راه كل شيخ من وراه عشرات العائلات، 12 عائله كتخدم كلها هي، راه ماشي فردي هادشي. الربعه راه كتكون يعني فيها عشرات الناس، هاد عشرات الناس كل واحد راه عنده عائله ديالو، وهاد الناس هادو كيف ما تيقول واحد المثال، الحمار عاد تياكل من البردعه، بهاد المثال هذا الحمار راه عاد كياكل من البردعه، يعني راه تقاد الماكله، تقاد كل شيء. راه هاد الناس هادو راه موقفو، وهاد الناس هادو كيناشدو وكيوجهوا النداء ديالهم للوزاره اللي هي وصيه على هاد الامر ديال الثقافه. هاد الناس الخدمه ديالتهم هي الثقافه، هاد الناس راه تيخدموا العيطه، تيخدموا التراث اللامادي اللي هو وصى عليه سيدنا. ولهذا الله يجازيكم بخير، انا اللي اثر فيا واللي اثر في النفسيه ديال الشيوخ هو معالي رئيس الحكومه السي العثماني اللي قالها بواحد الرحم. السي الوزير، انت اللي تقول راه ما كاين لا عراس ولا حفلات ولا مهرجانات، هاد الناس راه باعوا حوايجهم، هاد الناس راه باعوا حوايجهم. السيد الوزير، راكم تحت الامر ديال سيدنا، وسيدنا عاطي الامر ديالو باش تكونوا رعاة لهاد الناس هادو، ترعاو المصالح ديالهم، وترعاو كل وزاره راه مكلفه، كل واحد راه مكلف بالامور ديالو، وكاع دار لهم الحل وكل شيء، حل وكل شيء خدام وكل شيء كذا، الا هاد الشيوخ هادو هما اللي راهما مسدود عليهم. هاد الناس هادو اللي كندوي عليهم انا، هاد الناس راه مازال كيمشوا على رجليهم وكيترزقوا الله، وكيمشوا عند الحباب، وكيمشوا عند الصحاب، وكي يعني كيشوفوا بعين الاعتبار منهم، يعني كعف صدقه. أرى لي الناس اللي طارحين الفراش، أرى لي عيدا اللي ما عندهاش ما كيدخلش عليها ريال، أرى لي الدهم اللي هز عودو ودارو وجهو في كفاه ومشى كيطلب، أرى لي يا سيدي عويسة راه مريض بالقلب كيعاني في صمت، ما عندوش حتى باش يشري الدواء، حسنة راها طريحة الفراش، يعني إلا جيت نعدهم ليكم راهم بزاف. احنا عمرنا ما قلنا شي كلمه اللي هي في بلادنا واللي هي تطيح، ولو احنا في واحد المدينه اللي هي غنيه، غنيه بلادنا. احنا كنوجهوا التحيه ديالنا الكبيره للناس ديال الصحه، كنوجهوا لهم التحيه الكبيره للاطباء الأطقام اللي هي واقفة على هاد المرض اللي وصلت الله على 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 العالم بيسري. وحنا رحنا كنلتزموا بالقوانين اللي هي كتجي من الدولة، إلا وخصنا نشدوا الطريق ديالنا، ودايرين الحجر، دايرين التباعد الاجتماعي، دايرين واحد العادات ديال 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 الوقاية من هاد المرض هذا. و كنقول للسيد الوزير ديال الثقافة باش يشوفوا في هاد من حال هاد الناس، ما يخلوهمش يموتوا في صمت، ما يخلوهمش يموتوا كيحتضروا كيموتوا. وكنوجه النداء ديالي للسيد العامل ديال المدينة اللي هو اللي هو مكلف سيدنا هو الخليفة ديالو في المدينة، وتحياتي للجميع المسؤولين، تحياتي للناس ديال الامن اللي تيبقاو فيا على هاد على هاد على هاد على هاد لانهم خدامين ليلي نهاري. تنوجه التحيه ديالي للسلطه المحليه من قياد ومن بشوات ومن جميع الاطقام اللي هي دايره
الخدمه ديالها على احسن ما يرام. حنا الحمد لله ولله الحمد مدينتنا راه ما تكبدتش الخسائر الكبيره، و ما نكثرش عليكم فهاد الفيديو اللي هو ما عمرنا خرجنا بشي فيديو بحال هاد الشكل هكا، ولا رضينا نقولوا على مدينتنا شي حاجه، ولكن راه وصلت جنوي العظم. وصلت، خاصك تعرف واحد 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 الخبر تنبأت بيه انا، راه تفاجأت بيه. راه يا سلام، راه الله يستر. السبب الموت تاع الكريمي، ولده واش تيقول؟ قال لك على ان با غادي يمشي يقضي دين من عند شي واحد يجيبو، لان ما عندناش. كتعرف الحلقه، الحلقه راه هي المبتدا ديال المسرح، وهاد الناس ها هما راه يعني ضحك واحد العادات ديال الناس، وغادي يسعى لولادو باش يلقى هاد العاصفه ويلقى هاد المصيبه اللي هي يا صابتنا كاملين. وألمني بزاف انسان غادي تصادف بكسيده، الله يرحمه الله يوسع عليه. الكريمي يضحك الناس، الله يجعل الله تبارك وتعالى يوسع عليه دائقه القبور. وختاما كنطلبوا من الله تبارك وتعالى يخلي لنا سيدنا، الله ينصر سيدنا. هي الجميع الاطقام اللي هي كانت في الجانب وفي الكلمه ديال سيدنا، والحمد لله رب العالمين.